ها مساء الخير جعبور، يا جعبور اقول لك ها ما دريت بخبر. انت قد رحت المزرعه؟ قد رحت المزرعه عندهم شقه؟ ما قد رحت؟ انا ما انا قلت لك هذه الكلبه لابد اسمم لها، كلبه حسين حسن هذه، قلت لك كلبه عقور. ما هو سوان صابر على مريمان، واحد ارقم واحد احمر كذا، اثنين فقع على ابوهم، فقع هذا عن مكسب. امس عاد هنا اتجه ابنهم على الامس، هذيك مقعصه من عجم مقعصه، ابن اثنين واحد ارقم واحد احمر. وشفنا هذا الغش، رحت عندهم عمال اللي شكايا علي، قلت وروني باش اتاكد انا منها. ايه اللي مرت جنبها صغارها عادها حنافس صغار عادها ترضع لبن. وانا اقول لك هذه الكلبه يا اخي، انت تقول لي حارسه على مدوب، حاميها حراميها هذه، يلقى الحاميه حراميها هذه، احنا يعني حاطين حارسه تقول. وانا اقول لك من اول، اقول لك هذه الكلبه انا ما انا مرتاح لها، خلينا نهب لها سمه ولا نهب لها اي درهفه تتوكل عنا. قلت لا، ما انت لا، هذه كلبه حسين حسن صاحبنا ورجل طيب ومدري ما هو، ما اختلفنا انه طيب، لكن هنا كلب حقه عقور. وذحين ما هو الحل، والله شرها يعني هذه الكلبه، يعني شرهنا من حسين الحسن ذحين. والله اني معايا غش، بدل ما هو يجي يبسط عندنا ذحين واحنا مستحين كيف نواجهه بالموضوع هذا. قالك يا اخي شي ما يصدق ولا يدخل في المزاج. اثنين ريمان الواحد هذا تقول ما هو تمره، تعرفهم تمره، تقول من ليس يتالسون هكذا اثنين، انه نشرحنا النفس حين اراهن اني وذحين الحين بين بشاقي ما بخبر الا انا، والله قد معايا محنقه هيا ما اسوي بهذا الشغل ذا. اثنين يا اخي اما اقصد معانا الا من ريمان، هذه كبر الواحد وقد احنا غدينا بعناه، قد احنا شاقين على مدوب هذا اللي من رواتبنا من التقاعد حقنا من يا جعبور يا اخي انا اللي قلت لك ما تسمع كلام، والله الليله لو ما ادري انك انت اخويا بس والناس تعذر علينا وتلحقنا مشرها، والله قد بمشرها الا والله اللي لا اوطفك وطفه واتجازن فرا، هذه انا غشها حرقتها ما يبرد بطني، يعني شيء تقول دلاغب هذه، قد عرفتهم دغابيس اللي في بردوف، تقول ما هو هذه قدام عيني كل اللي اتفرج لها ما لها اسبوع عادها انا هنا تواطن، عادها ضيوف جديده عادها علينا نفرح بها وهذه اجن كلبه حسين حسان مع المغرب. يقول لي مشاقي دخل على طول من المشبك في فتحه من هناك من الشاب، ما حد يراها، شوف انها كلبه ضروره ولا لا، لكني بحول الله وقوته اني لا اهب لها قصه ما تقدر، ولا اهب لها هذاك المحناب اللي يشرك له فوق يعلقها. بس احنا ما نقول والله بس من حسين حسن، لكن والله اقول له، والله اقول لي حسين حسن هذه الكلبه تجعل لها حل، هذه تنقذنا من كلام اثنين فران ضحن بهن توما عمهن، هذه عين لها ام لبن يعطب ذراعه، هذا احنا عين ذراعه يعطب، لا حد فران تعيشه ولا حد العود حلبه، حتى عن فرنا باقي ذي لا جينا نعوش عليها تعرم ما تتابع. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يعينه بس الله يعوضنا خير، هذا معوض هذه فرن هذه وهذا مدوب. وأنا أقول لك يا جعبور يا جعبور يا جعبور، وأنت تقول لي كلبة حسين حسن لا تحامية، هذه تحمي لا أبو كلاب ولا لا أبو سارق ولا شيء، ما تقعد إلا تنبح 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 حتى يخرجون بشقة يعينون منه له سارق ولا شيء. ذحين عسى على صار لا نبحه ولا قالل، اجل كفتن براسها ودخل على طول لمريمان، فقعنا فقع الله ان يفقع عيونه هذيك الشهل. عبله وعبله يا معايا غش منها، والله انها لو تخرج بس تتطرف لي على مخط، اني لما دعستوها دعس وخليها تقعد عبره وعظه لكل الكلاب المفترسه والعقوره. اخلي نثرها في مزفلت، لان هذه من الكلاب اللي تقتل. ايوه الكلب العقور هذا ما يجوز انك انت تقنيبه، اللي ياكل
امري منو ياكلهم دوابه ياكل هذا خلاص قديها معناته. فذح انا ما هو الحل. انت اسع على اصعب انا خاجل من حسين حسب ما كلمه. انت قل له اخوي يقول لك ترى والله انه مستحي منك وذح انا مكلبة حقك يا حسين هب لنا حل لا ولا انا نقتلها لك قتلناها وبس نموتها لان هذه عقور عادها عادها تريب بجهاول. والله لا تريب عادها بجهاول اذا ما هبنا لها حل. فعين ما هو رده. قل له اثنين ريمن ترى ابويا اخويا مغشوش عليها غش يا هذاك. يقول لك فذح انا ما الحل ومستحي منك ترى وارسلني عليك ما يقابلك معه وجهه يقابلك بدل ما انت اللي تيجي تطرح عليه وتلبس عليه هو قديها يعني مستحي منك لان معروف لك بينك وبينه ومحصر اللي بس طالم دوابت احنا فذح انا المهم هذا الخبر عندك وشوف لنا حل معها والى بالمره يعني خلنا نتخلص منها بس خلاص قول له هكذا مع السلامه الله الله وغدا عين اغدا عين تاكد بنفسك وبيه خلي يرى بعينه جبه جبه يراها حقره